اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع قناه المهندس في الفيزياء. النهارده ان شاء الله عامل لكم برنامج جديد اسمه مساله كل يوم. ان شاء الله كل يوم هنستعرض معاكم مساله، افكار امتحانات، افكار مهمه هنحلها بابسط طريقه ممكنه ان شاء الله. لاول مره تتابعنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا مع بعض. السؤال معانا بيقول النسبه بين قراءه الفولتميتر في 1 وقراءه الفولتميتر في 2 في الشكل المقابل، عايز نسبه قراءه في 1 لقراءه في 2. خد بالك المقاومه ار دي توازي مع البطاريه، دي مهمله المقاومه الداخليه، يعني فرق الجهد هنا هو نفسه فرق الجهد هنا عشان توازي. ده ب 12 يبقى هنا ب 12، يبقى في 1 هيقرا 12. طب ركز بقى من اول هنا لحد هنا في الفرع اللي تحت، الفرع ده كله على بعضه، فرق الجهد بين طرفي الفرع ده هو نفسه فرق الجهد بين طرفي البطاريه اللي هو 12. الفرع ده كله فرق جهده ب 12، ال 12 دي تقسم على المقاومات دي. مقاومة الفرع ده بكام؟ ار 2 ار، ار يعني 4 ار، 12 على 4 3، يبقى كل ار من دول نصيبها 3. دي ار تاخد فرق جهد 3، ودي ار تاخد 3، ودي 2 ار تاخد 6، لو جمعتهم هيطلعوا 12 زي فوق. هو عايز نسبة قراءة في 1 على قراءة في 2، في 1 ب 12 وفي 2 ب 3، يطلع النسبة 4 بأبسط ما يكون. الاختيار رقم ا.